هو انا بجيب الفيليه، وانتوا عارفين الفيليه هي من اغلى قطع اللحمه اللي موجوده في اي ذبيحه، لان هي بتيجي من سلسله الظهر، ما بتبقاش فيها مجهود عضلي، ما بتبقاش فيها دهون، هي حته لحمه لوز، انت فاهمه ازاي؟ او الزبده بتاعت الايه الذبيحه. فبنجيب عندنا، وطبعا كل ما تكون الذبيحه زي ما اتفقنا متسمنه صح ومخدوم عليها صح واخده المراحل بتاعه التسمين بتاعها مظبوط، فبتطلع في الاخر لحمه مظبوطه جدا. شفنا التقرير اللي احنا من عملناه من زفارن، وشفنا المزرعه بتاعتهم الهايله، واللحوم اللي عندهم والعجل عندهم بيطلع متسمن صح، وبالمناسبه كمان بيذبحوا العجل من 600 و700 كيلو، العجل عندهم 450 كيلو ويبداوا يذبحوه، عشان كده تلاقي حته اللحمه عندهم ناعمه. فهاخد عندي قطعه اللحمه الفيليه ديت، هما بيجيبوها لك كده زي ما هي كده، الفيليه طبعا بيتباع زي ما انت حضرتك كده شايفه. بقوم جايبه وبنبدا ان احنا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، قدام حضرتك اهوت، وناخد عندنا قطعتين اتنين كده محترمين منه اهو. ادي بص، ادي اول قطعه هناخدها حوالي ايه 5 سنتي بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، وناخد القطعه التانيه اهو، وناخد القطعه الرابعه، هنعمل اربع قطع. بص حتى بقى انا ده اللي بتكلم فيه في موضوع عايزين نخش في تفاصيل هنا يا جمل، هتلاقي الدهون بصي منصره جوه اللحمه نفسها او قطعه الفيلي نفسه، ما عليهاش اصلا دهون من بره، هي مش ريب اي، فاهمه ازاي؟ ده قطعه الفيلي، تعرفي جودته منين؟ من جوه تلاقيه منصر دهون كده من جوه عشان يطلع جوسي معاكي ما يبقاش ناشف. طيب بشيل عندي قطعه البلاستيك ديت قدام حضرتك اهيت، ونحطها بص كلها مقاس واحد ما شاء الله. ليه كلها مقاس واحد؟ عشان كلها تاخد تسوية واحدة. الناس اللي مزاجها رايق وعايزة تاكل حاجة كده ايه على السريع تجرب الفيليه اللي احنا بنعمله ده. تعال نقطع قطع كمان ونشيل منه اهو، هو بيجي ملفوف جاهز بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ونشيل ده تاني نحطه في الطبق ونركنه جانبا. طيب عندنا ايه تاني بقى؟ اطباق الفاهيتا، انا بقول لك طريقه التسويه بتاعتها مختلفه شويه. هجيب عندي ملح خشن، الملح الرشيدي بتاعنا، ونقوم حاطينه على قطع اللحم الفيليه زي ما حضراتكم كده شايفين، فلفل مجروش اللي هو الفلفل الاسمر. فلفل مجروش جميل، وثبت الملح مع الفلفل كويس جدا. اقلب على الناحية التانية كده اهو، واقلب على الناحية التانية كده اهو تمام، واقوم جايب عندي شوية الملح. ويفضل طبعا وانت بتعملي اي قطعه لحمه لطالما حطيتي البهارات او الملح او الفلفل استنى عليه شويه، يعني استنى ايه 10 دقائق كده ولا حاجه يمتص الايه الملح والفلفل، عشان لما نيجي نحطه على اي طاسه او اي جريل ما يتحرقش مني. حط الفلفل الاسمر تمام، تمام جدا. طيب عندنا بقى هنا سيبها لمدة 10 دقايق كده حلوين، واقوم واخد عندي عودين الروتين الروزماري دول حاططهم كده عليها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ونسيبها 10 دقايق. طيب اطباق الفاهيتا هنا يا استاذ جمل حاططها هنا في الفرن، الاطباق بتاع الايه الفاهيتا نفسها حاطينها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، الاطباق اللي موجوده هنا تمام، واخدينها وحاطينها فين؟ في الفرن، سخنه جدا، يعني دي بقى لها نص ساعه في الفرن على اعلى درجه حراره عشان هجيبها واسوي فيها قطعه الفيليه تمام، والمسكات بتاعتها اهيت، والاطباق الاواعد بتاعتها اهيت، فشكلها شكلها شيك. خلينا نشوف الصوص اللي احنا نبدا نعمله عندنا للفيليه. عندنا
اللحمه اهيت موجوده عندنا، زبده، معلقه مستورده كبيره، والمستورده الديجون افضل بكتير جدا. معلقتين اتنين من الزبده، معلقه مستورده كبيره ديجون، وبعد كده عندي مفصين اتنين توم مفرومين، فلفل مجروش، عصير ليمون، معلقه دقيق، وكريمه. الصوص ده عالمي. نقوله تاني، معلقتين اتنين زبده، اكيد مش الزبده دي كلها، لا ده يعني ايه، هسوي منها وهعمل منها للصوص اللي احنا هنبدا نشتغل فيه. المستورده الديجون طبعا زي ما انتم عارفين تبقى طعمها حلو جدا في الصوص، اهي قدام حضراتكم دي الفرنساوي. لو عندك المستورده العاديه ممكن تشتغل بيها. فصين اتنين توم، عندي فلفل مجروش وعصير ليمون، معلقه دقيق، وبعد كده عندي كوبايه من كريمه الطهي. طيب نجيب عندي اول حاجه الطاسه عندي على النار، ونكون ايه مسخنينها كويس جدا، تمام. طيب تعالوا نشوف عندي اول حاجه، بحط عندي معلقتين اتنين من الزبده الكبيره، ما ننسوش الاطباق فين، في الفرن، والفليه احنا حاطين عليه الملح والفلفل. اعلي على الزبده ونسيح الكلام الجامد ده على النار. هنا بقى المستردة، ادي المعلقة، ده الصوص اللي احنا نعمله على ايه، على قطعة اللحمة بعد ما تطلع. فصين توم مفرومين، فلفل اسمر مجروش، نحمص كل ده مع بعضه. ناخد احلى شويه روزماري صغيرين كده، شويه صغيرين جدا، ونحطهم على الصوص بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه، اللي هو معلقه المستردة والثوم ومعلقه الزبده. الريحه بتاعته الجميله بدات تطلع، نبدأ نحط عليها شوية عصير ليمون صغيرين أطفي بيه، وبعد كده معلقة دقيق، تنسيمة كده دقيق بسيطة جدا، وبعد كده بقوم واخد عندي الكريمة أطفي بيها الكلام ده كله. واسيبها عندي على النار تبدا اللي هي تغلي معايا وتاثر معايا كويس جدا، واحط لها دلوقتي شويه ميه سخنه معايا عشان تبدا اللي هي تغلي معايا. طيب احنا كده الصوص خلص معايا، احط لها ميه سخنه بس اهو، مكان البوله بتاعت الكريمه، وبكده تكون الصوص بتاعنا جاهز اللي احنا نبدا نشتغل عليه على ايه، في اللحمة. طيب ايه طريقة التسوية بقى؟ خلاص عدى 10 دقايق اهوت على اللحمة، نقوم جايبين عندنا الأطباق، هنجيب واحدة واحدة. بسم الله، هنجيب أول طبق نحطه كده على، ونحطه على أول قاعدة كده، وتقوم واخدة قطعة الفليه حطها هنا اهو اهو، بص حته الزبده بتعمل ازاي. اصل قطعه الفيليه ما بتاخدش تسويه، بص انت شغاله على بوتاجاز اهو، والله شغل عالي، شغل فاخر من الاخر. بص يا باشا بقى، اقلب على الناحيه الثانيه اهو، شايفه ازاي؟ بص يا باشا اهو، لا شغل فاخر من الاخر، الله يسامحك يا اخي. هو جايب عندي زهره الجميله ديت الروزماري، نقوم حاطينها كده عليها من فوق. الفليه مش بياخد تسويه خالص، فهي دي الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها، مش بياخد تسويه نهائي، مجرد انك تبدا انت تحطيه كده اهوت على الجنبين، صدقيني هو كده ممكن نقول عليه ميديم رير.
تمام؟ يعني ايه نص التسوية. طيب انا انتوا عارفين المصريين كلهم بيحبوا الحاجه ويلدن، فمن هم واخدينه في حطوا رايحين فين على الفرن تاني لحد ما يكمل التسويه بتاعته، وبعد كده نبدا اللي احنا نطلعه. طيب اللي انت بايد حمصيه كويس اهو من الجنبين، عايزه تكملي تسويته في الفرن لا مانع خالص، وتبدا انت تحطيه. طيب تعالوا نكمل التاني نشوف نفس الفكره. هجيب عندي الماسك بالطبق بسرعة، ها يعني قطعة الزبدة قطعة الفليه حتة الزبدة الجميلة عليها، وتعيش وعيش ونستمتع. موضوع ايه؟ موضوع الاكل طبعا فيه متعة، مجرد اصلا ما تبدأي ان انت تشتغلي بحاجة زي كده هتلاقي والله الاكل فيه متعة. حطي الطبق كده، بص تخيلي قطعة الفليه حطيها كده بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه في السفرة، عندك ضيوف ولا حاجة تقدمي له قطعة الفليه بنفس الطريقة دي. اللي عايز تسوية اكتر يحطها فين؟ في الفرن. اقلب صلاة على النبي. روعي ليكي بس تيجي ايه على الطبق عشان الطبق مولع. بص الصوص يا جمال بقى عامل ازاي، بص الصوص عامل ازاي، شغل بقى عالي بعصير الليمون والمستر ده عامل شغل عالي قوي. نقوم رايحين فين على الصوص ده بقى يا جمال؟ نقوم رايحين كده اهوت، ورايحين فين؟ هنعمل واحد بالصوص وواحد من غيرها. شوف قطعة الفيليه اللي احنا عملناها دي دخلتها الفرن تاني بنفس الطبق وبنفس كل حاجه. فبص حته اللحمه ايه يعني، صدقيني والله وانا شايلها كده تحس ان هي دايبه في ايديا اهي. تمام، حط شويه كوسه هنا، خضار ستين قدمها، بروكلي، قدم بالشكل ده البيئة الحاجة، حاجة جميلة جدا جدا الحمد لله. يعني ايه طلعت كلها حتة اللحمة برضو، الحاجة بتعتمد على قطعة اللحمة مش على وطريقة التسوية بتاعتها. أهم حاجة الحاجة تكون سخنة اللي نحط فيها الستيك، سواء ريب آي سواء فيليه، أي نوع قطعة لحمة ستيك لازم الطاسة تكون سخنة عشان نقفل المسام بتاعة اللحمة نفسها تطلع. حتى الروست بيف لما نيجي نعمله لازم بعد ما بنتبله ونسيبه يوم بنقوم واخدينه مشوحينه الأول، بنقفل المسام بتاعته وبعد كده بندخله الفرن. ده بيضمن يخلي فيه طراوه اكتر جوه في حته اللحمه. طيب خلينا نشوف بقى ايه محتاج ايه حته الفيليه ديت مع شويه الصوص اللي عندنا، الصوص اللي احنا الباقي. ايوه خلي بالك والله يا ام كريم هزعل. خد يا ام كريم حطيه هنا. تعالى بقى